نحن في وزارة الثقافة ملتزمون دائماً بمواكبة التحول الرقمي وتطورات التكنولوجيا المتسارعة، واليوم في جايتكس 2024 نجد الفرصة لعرض مشاريع تربط بين تراثنا العريق وأحدث الابتكارات التكنولوجية، وهذه الجهود تسهم في الحفاظ على هويتنا الوطنية وتعزز الاستثمار في الإبداع لتحقيق اقتصاد مستدام للأجيال القادمة. في معرض جايتكس هالسنة وزارة الثقافة بتقدم 3 مشاريع مبتكرة تربط بين التكنولوجيا والتراث الإماراتي. أول شيء عندنا مركز الثقافة الإماراتي الافتراضي اللي يعرض 20 سنة من جائزة البردة باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، يعني بنعيش التجربة وكأنه هناك. ثاني شيء الروبوت الشاب اللي دوره إنه يسجل المواهب الإماراتية ويضمها لمنصة المواهب عندنا. وآخر شيء عندنا مشروع البرنامج الوطني للمنح الثقافية والإبداعية، ومنها لعبتين مميزتين نجوم اليولة وحكاية إماراتية اللي يعلمون الجيل الجديد تراثنا بطريقة فاعلية وشيقة.